المشكل اللي عندنا هو حنا خدامين في السوق تجيو اليوم لقينا مسادين لينا دوينا مع الحاج قال لك ما كنعرفكمش انا خندوي قال لك ما كنعرفكمش بغينا الحل ما كاين حتى شي حل كاين لنا مسوق سلعته كتخسر ما علمونا ما والو حنا خويا 18 الف ريال اللي دايرين بزاف هادشي بلاتي مصطفى 18 اخويا اللي دايرين حنا بزاف حنا مضرورين اخويا وكرارس اخويا عطونا واحد الوعود في الاول الوعود كاذبه ما كاين لا وعود لا والو قالك شكولوميط شكولوميط على السوق ما كايناش كروسه حداك في السوق كتبيع وتشري كيفاش غتخلص 18 الف ريال غتقهرنا اخويا ما بقيناش نخلصوا واليوم جينا تفاجئنا لقينا الباب مسدود لقينا اخويا اليوم الباب مسدود مع من دوما كيتجي واحد كل سلعته هنا كتخسر ملي جينا قال بسم الله مصطفى ملي جينا عندهم قال لك ما كنعرفوكمش حنا مع من غندويو اخويا حنا بغينا شي حل كنا كنأديو الواجبات ملي كنا في الاول ما كاين لا كروسه لا والو كنا خدامين بخير ولكن ولات الكروسه حدا السوق كاين اللي ما كيصورش هذيك السميه في النهار كيصور 400 كيدير لولادو اش غيوكل فهمنا اخويا فين دويت لك ما كاين اخويا لا امن لا والو السيكيريتي ما كاينينش كيجيبوك واحد خدام نوار كيقول لك ما تدخلش للسوق حنا اخويا ولاد المنطقه ولاد السوق السوق راه كبرنا فيه وما شاء الله بديني حدونا اخويا الكروسه ودرنا اخويا شي تمار رمزي ونخلصوا ودير معنا شي حل وكل الامن في السوق وكاين لي سيكيريتي لا والو والخضره اخويا دابا مسدوده عليها ما خدامين ما والو الخضره كتخسر كاين اللي في راس مالو 2000 درهم مسوق باغي تخسر غير تلعب دين ازيرو شي شطلب باش غيتسوق اخويا قول لي باش غيتسوق راه الشراء عيب راه حشومه حنا خوش ما كاين حتى شي واحد اللي يحمينا حنا خويا في دوله القانون انا ما كاين حتى شي واحد اللي يحمينا حنا صاحبي حنا راه تقهرنا اخويا بقى لينا غنديروا قنبات وغنحرقوا راسنا في داك السوق غنموتوا اللي كدوي معاك وانا ماشي شغلك انا ماشي شغلك انا ماشي شغلك راه حشومه هادشي اخويا كاين اخويا اللي عنده والدي هازهم بالدواء كاين اللي ما عندوش كاين اللي هو هز اسره كامله في هذا السوق هذا غيصور السميه غيعطي لي مش غيوكلهم اخويا اخويا جينا الصباح لقينا السوق مسدود سدي علينا السوق ما عالمين لنا ما والو ساعتنا تضيع في الاول كانوا عالمين بان الكروسه بان ما تدورش بينا يعني كنا نخلصوا الشريه ديالنا ما كانش كروسه دابا حاليا يعني الكروسه تلقاوها قدام السوق يعني وكرارس يعني في جيت الجامعه عامر كرارس مشينا يعني المسؤول من تمشيو نناقشوا مع هذيك مو السوق جوك انا مسؤول على السوق يعني شوفوا مو السوق شكون هو انا ما مكلفش بالسوق حنا الدار اللي مضرين بان الكروسه خصها تحيد يعني مهما كاين الكروسه حنا ما عندناش باش نخلصوا حنا مضرورين بزاف يعني اللي حيدونا الكروسه غادي نخلصوا مشينا الكروسه اللي دارانا وهنا بغينا نعرفوا علاش يجيو يسد لينا علاش تيجي يسد لينا خصنا حنا واحد الثمن رمزي حيث هذه مبادره وطنيه فهمتيني يعني مبادره وطنيه حنا ملي نمشيو عندو تنقول ليه فلان لا ساد السوق تيقول لك انا ماشي انا اللي ساد السوق على الحاج يقول لك انا ما ساد السوق انا ويتي مسؤول السوق يعني انت ملي تمشيو عندو تيهرب هو تيقول انا ما مسؤولش صافي تيمشي حنا دابا هو السوق سادين علينا السلعه ديالنا تضيع وخاصهم يديروا معنا واحد الثمن رمزي مش الطلبات ديالنا حنا هي يحيدوا لنا الكروسه يعني الكروسه باش خلينا ما تنبيعوا ما تنشريوا يعني اللي حيدت الكروسه اللي حيدت الكروسه حنا اللي حيدت الكروسه حنا غنبيعوا ونشريوا يعني ونخلصوا في الشريه الوقت الشهر غادي نخلصوا فهمتيني بغينا نعرفوا المسؤول ديال السوق يعني اللي سدنا السوق حنا تيقول لك اللي تمشي عنده ملي تمشي واحد الحاج يقول انا ما مسؤولش على السوق سيروا شوفوا اللي مسؤول على السوق حنا عندنا 900 درهم ديال الكرا في الشهر ما سلكتناش وكارين لينا حنا بغينا هذه مبادره ياك مبادره دايرها سيدنا دايرها لينا حنا الطبقه الهشه ياك باش اننا نستافدوا منه ونحسنوا الوضعيه ديالنا هاد الناس باغيين يتاجروا فينا واش حنا بالاستطاعه ديالنا نخلصوا 30 درهم في النهار والكرارس في الباب حنا خاصنا ثمن رمزي ويتعاونوا معانا هذا هو اللي كاين ماشي هما باغيين يربحوا معانا جاو بدون اذن بالسابق ما سبقوا لينا ما قالوا لينا راه غنسدوا ما والو اي كيسالونا حيت حنا ما بقيناش كنصوروا كيسالونا ولكن ما كنصوروش منين غنخلصوا ما عندناش ديما حنا نفس المشكل كنخدموا شهرين ثلاث شهور كنجيو كنلقاو السوق مسدود علاش شي وحدين ما مخلصينش وراه ما خدامينش باش غيخلصوا و 600 درهم غياكل يصير ولا سيكيريتي منظم لا نظافه لا حتى شي حاجه الضو حتى هو ديما مقطوع بزاف وديما علاش شي سدوا لينا على سلعتنا وكتخسر وكنخلصوا
وملي كيعيا السوق حدانا الكرارس وجنابنا كي غدير تتخلص لهم 900 درهم. هما ما كيعذروناش وكيجيبوا نهار كيبغيو يسدوا لينا كيجيبوا لينا اللجنات السيكيريتي كيقول لك واد السيكيريتي كنشوفهم حتى النهار السدان والايام الاخرى السلعه كتشفر لينا لا كاميرات خدامين لا حتى شي حاجه. علاش هادشي؟ وهاد المبادره ديال سيدنا ما خاصنا نخلصوا والو حتى مع الرمزي وحنا كنخلصوا 900 درهم الشهر قاصحه وبغيناهم يحلوا لينا هذا المشكل ديال السدان ما خاصوش يبقى. بغينا نعرفوا شكون مكلف بينا، واش هذه مبادره ديال سيدنا اولا الشركه هذه كتخلص من عندنا. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزياره موقعنا www.masinktv.ma.